وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس سائد بدوي، مدير هندسة المرور في مجلس مدينة حلب. مساء الخير أخ سائد. مساء الورد، أهلين 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 سهلين. يعطيك العافية. يعني بالنسبة للتقرير الذي أشار لموضوع يعني صفات السيارات أو طريقة هذه العملية، وأشار بعض المواطنين إلى ضرورة إعفاء السيارات من رسوم الوقوف أمام الدوائر الحكومية، ما ردكم على هذا الموضوع؟ تماما، أول شيء بحب أوضح نقطة. هلا انطلاقا من مسؤوليتنا كمديرية هندسة المرور في مجلس مدينة حلب بتنظيم الحالة المرورية ونتيجة ملاحظات عرض الواقع من مشاكل الازدحامات والعشوائية في صف السيارات والوقوف عدة أركال، لجأنا إلى مشروع المواقف الطرقية كحل يستخدم عالميا لتخفيف نسبة الازدحام وتحسين الحالة المرورية في المناطق الأكثر ازدحاما، خاصة مثل مركز المدينة والدوائر الحكومية والمحاور التجارية والقرب من الفعاليات السياحية. هلا بالنسبة لسؤال حضرتك، على العكس تماما، الدوائر الحكومية هي أكثر المناطق اللي بحاجة لتنظيم مروري، كونه بيقصدها كثير من المواطنين والمراجعين، والمواطن هو البوصلة الرئيسية اللي استند عليها المشروع بتحديد هذه الأماكن. هلا تحديد الوقوف وبالمجمل قدام بشكل عام بالمشروع محدد بين ساعة بين نص ساعة لثلاث ساعات كحد أقصى. هذا الموضوع بيتيح لأكبر عدد ممكن من الناس والمراجعين أنه يستفيدوا من هذه الخدمة. طيب إذا ما تحدثنا أيضا، يعني تحدثت عن الدوائر الحكومية، إذا ما تحدثنا عن المحال، أصحاب المحال التجارية وعن أصحاب أيضا المنازل الذي يعني يفرض عليهم أيضا يعني موضوع أن تكون هذه المواقف مأجورة أمام محالهم ومنازلهم، فهل هناك حل لهذه الشكوى أيضا؟ تمام. هلا موضوع المحال التجاري هو احد اهم اهداف المشروع، تنشيط الحركه التجاريه بتشجيع ايقاف السيارات في الشارع لفتره قصيره. هالموضوع بيساهم بتنشيط حركه البيع بالتجزئه. هلا بالمجمل بالحاله الطبيعيه بالمناطق المختلطه اللي بتكون سكنيه وتجاريه واللي بتكون مستهدفه من معظم اهالي مدينه حلب، ما بنلاقي مكان فيها لوقوف السيارات وبنعاني من الفوضى المروريه والركن الثاني، وغالبا بنلجا للشوارع الفرعيه. بالعكس، الموضوع انعكس على المقيمين بتنظيم هي الحاله، ونوعا ما يعني تنظمت الفوضى، كان دوما ازدحامات وركن ثاني وثالث هيك، فتنظمت عمليه الاصطفاف خلال فترات الذروه. اما بالنسبه للمقيمين فوقت الخدمه هي محدد بوقت الذروه المروريه وضمن ساعات الازدحام. اما في الاوقات اللي ما فيها ضروره للتنظيم فراح يكون الوقوف مجاني للاهالي وللساكنين في هي المناطق. يعني بالنسبة للمنازل ما في أو في أوقات محددة بالنسبة لهم، يعني بعد ساعات معينة بيكون المواقف مجانية. تماما. طيب أشكرك جزيل الشكر مهندس سائد بدوي، مدير هندسة المرور في مجلس مدينة حلب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.